في واحد بيقول في سياق الكلام قلت قد أنستكم هل دم المسيح كافي لغفران الخطايا؟ في احتاج الامر المنطر. فالسؤال هو هل دم المسيح كافي لغفران بحيث تعتمد توبة الانسان على اعماله؟ دم المسيح كافي للمغفرة بشروط ان الانسان يكون مستحق لهذا الدم، مستحق بالمعمودية وبالتوبة وبالحياة الفاضلة. لكن هل دم المسيح معناها الباب مفتوح للكل مهما كان دنسا او نجسا؟ لا، دم المسيح كافي لمن يؤمن ويتوب، ولذلك قال ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون في لوقا 13.